في خطوة تؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين، تم صباح اليوم توقيع اتفاق تعاون مشترك يتضمن دراسة وتنفيذ 18 مشروعا في مجالات الكهرباء والنقل والإسكان والصناعة والاتصالات بتمويل صيني. وقع الاتفاق عن الحكومة المصرية المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والوزيرة داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، وعن الحكومة الصينية تينج جيزهي وزير شؤون لجنة التنمية والإصلاح وكين كيمينج نائب وزير التجارة الصيني. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية المصرية الصينية المشتركة التي عقدت بالعاصمة الصينية بكين، وتم خلالها الاتفاق على قائمة بالمشروعات ذات الأولوية التي سيتم تنفيذها في مصر بالتعاون مع الجانب الصيني. وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن هذا الاتفاق يمثل نقلة نوعية في مستوى العلاقات المشتركة بين الجانبين، والتي تشهد تقاربا كبيرا خلال المرحلة الحالية، ويعكس ذلك الزيارات المتبادلة لزعيم البلدين وكبار المسؤولين في الحكومتين، لافتا إلى أن هذه المشروعات تضم مشروعات استثمارية صناعية في مجالات الصناعات النسيجية وتصنيع الإلكترونيات والعلف الحيواني والزجاج المسطح، بالإضافة إلى إنشاء مجمع للفوسفات بالوادي الجديد. لجنة البرودكشن كاباسيتي اللي هو النمو الانتاجي ما بين الدولتين، اتكلمنا على 18 مشروع، بعضهم نفس جزء منهم من المشاريع اللي تم الاتفاق عليها خلال زيارة الرئيس الصيني زي مشروعات الكهرباء وبعضهم النقل والمدينة العاصمة الإدارية الجديدة. في بعض المشاريع أضيفت، في بعض المشاريع اتشالت، اللي تم إضافته أغلبه كل المشاريع أغلبها مشاريع استثمارية، منها العاصمة الإدارية ده مشروع استثماري، دخلنا برضو بعض المشاريع اللي هي زي المدينة النسيجية وبعض المشاريع الأخرى الاستثمارية، وتكلمنا برضو على بعض الإضافات اللي احنا محتاجين نحطها في هذه اللجنة اللي من شأنها انها تزود البرودكشن كاباسيتي زي الصناعات الصغيرة والمتوسطة وكيفية النمو والإنتاج الصناعي والمناطق الصناعية في مصر. وتم بعد كده طبعا وقعنا على محضر الاجتماع، فالفورم دي أو هذه الاجتماعات مفيدة من ناحية المتابعة للمشروعات اللي احنا بنتفق عليها وتنمية التجارة البينية والنوعية ما بين البلدين والاستفادة من الخبرة الصينية في النمو الصناعي اللي احنا بنحاول نشتغل فيه. ومن جانبها أكدت الوزيرة داليا خورشيد وزيرة الاستثمار أن هذا الاتفاق يمهد لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية لمصر، لافتة إلى أن المباحثات اتسمت بالإيجابية والمرونة من كلا الجانبين، حيث استجابت الصين لمطالب الجانب المصري فيما يتعلق بتحديد أولوية المشروعات مع التركيز على المشروعات الاستثمارية، وكذا إضافة مشروعات جديدة مثل إنشاء المدينة النسيجية والمباني الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة وتطوير ميناء السخنة. ومن ناحية أخرى عقد الوزيران جلسة مباحثات موسعة مع السيد شو تشاوشي رئيس لجنة الإصلاح والتنمية، تناولت أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والصين خلال المرحلة المقبلة. وفي هذا الصدد لفت الوزير إلى أهمية إصلاح الفجوة الحالية في الميزان التجاري بين البلدين والذي يميل لمصلحة الجانب الصيني، كما أكد على أهمية الاستفادة من الخبرة الصينية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية المناطق الصناعية.